في إطار محاربة التهريب بالجهة الشرقية، قامت المصالح الأمنية بزيو بإقليم الناظور بإتلاف مجموعة من المحجوزات المتكونة أساسا من الشيرة والكيف والمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة. تفاصيل هذه العملية نتابعها في التصريح التالي. تمت عملية إتلاف كمية مهمة من المخدرات والتبغ يوم 19 سبتمبر 2013 بمطرح النفايات ولاية ستوت بزيو بحضور أعضاء اللجنة المختصة تحت إشراف النيابة العامة. همت عملية الإتلاف أساسا حوالي 6 أطنان من مخدر الشيرة، نصف طن من الكيف، كيلو و 300 غرام من المخدرات الصلبة، حوالي 5500 قرص من حبوب الهلوسة، 200 كيلوغرام من التبغ غير المصنع، 28500 علبة سجائر مهربة. وتمثل هذه الكمية مجموع المحجوزات المضبوطة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية من جمارك ودرك وأمن وطني خلال مدة ناهزت حوالي 16 شهر.